ما عندي دوام، شو أعمل؟ مش متعود على الحشرة بالبيت، عندي قلق على شغلي وعلى دخلي المادي، مضغوط من وضع العام ومن هالكورونا. نرفزت وفرفطت روحي وصرت بدي أعصب وأخبط وأتفشش في مرتي وولادي. بس بعدها بلشت أفكر هاي فترة وبتعدي، والحال تعبان على الكل. ومن ناحية تانية فكرت إنه ممكن هاي فرصة مش حبسة، بما إنه تغير روتين الشغل وروتين الحياة اليومية، فليش ما يكون كل يوم جديد وأحاول أبكر طرق تخفف من التوتر والعنف داخل البيت. اليوم أنا مش موظف، قررت أصير شيف وطلعت فنان بالمطبخ، وقررت إني أشارك في تحضير الأكل مع زوجتي دائما. تعبان وظهري بوجعني من قاعدة المكتب، شغلت موسيقى، فتحت اليوتيوب على قنوات الرياضة وصرت ألعب رياضة، وناديت مرتي والأولاد يلعبوا معي. أنا وزوجتي حضرنا فيلم وتناقشنا فيه، وبالنهاية اكتشفت أني مش كاين حاضر نص الفيلم. اليوم قررت أكون أستاذ مدرسة بحصة فن، لقيت حالي مبسوط بالرسم أكتر من أولادي. صدقوني حياتنا أفضل بلا عنف.